تنس الطاولة الجزائرية ليست بالرياضة التي تمتلك شعبية ولا إنجازات، لكن النخبة الوطنية تسعى لتشريف الراية الجزائرية وتحسين نتائجها. لا ما يخفيش ان الدوره هذه دوره صعبه، فيها دول تلعب على اعلى مستوى في المستوى العالمي. حنا لوبجيكتيف تاعنا انه نحصلوا على نتائج احسن من الدوره، احسن من الالعاب البحر المتوسط اللي جريناها الاخرين في تاراغون. ان شاء الله نأديو مليح ونشرفوا الرايه الوطنيه ان شاء الله. مستوى جد مرتفع، وهذا بحضور 16 دوله في تنس الطاوله ومن احسن الدول العالميه، لأن فيه وجود لاعبين أولمبيين، لاعبين مصنفين سادس وعاشر عالميين. المستوى العالي للمنتخبات المشاركة يصعب من مأمورية ممثلي الجزائر، لكن عاملي الأرض والجمهور يجعل المفاجأة واردة. Le public était présent, donc on les remercie chaleureusement, bien évidemment. Pour tout leur soutien et tout l'amour qu'ils nous donnent. Et nous, on essaye de leur rendre en donnant le maximum dans les épreuves. Et Inch'Allah, on va, dans l'épreuve simple, on va essayer de ramener une médaille. على غرار تنس الطاولة، ستكون الجماهير الجزائرية طيلة أطوار المنافسة المتوسطية على موعد مع اكتشاف الكثير من الرياضات عن قرب والتعرف على قواعدها وأبطالها العالميين.